زينة وجيسي وصلوا عند نهى معوض لوضع اللمسات الأخيرة على المكياج. كل حل إنه نوتي الحواجب أكيد بطريقة أظهر لها جاذبية لعينها. دائما لما بيكونوا بعيد كتير ما بيعطوا جمال، وشكل اللي عندها إياهم مبرومين بيعطوني استغراب وبيقتلوا الجاذبية الموجودة بعيني. أكيد هلا وقت أظهر رح صير حط ميك أب، وقبل كان آخر همين ما كنت حب حط حتى إنه لشو حط، هلا أنا أكيد شعري وميك أب وتزبير. جيسي خضعت لجراحة الفك الأعلى والفك الأسفل، جراحة تجميل الأنف. نها أنا رح أعرفك شوي على شو بتحب نوال. نوال بتحب كتير الألوان الجريئة، بتحب تظهر أنوثتها، بتحب تبين عيونها وقت تتمكياج هي لحالها. تعرف شو بيلبق لنوال؟ ايه. كتير مبسطت بالفكرة أنه نوال بتحب الميك أب القوي. هلا فيني أشتغل أنا وأخذ راحتي، رح أشتغل لها الأسود، كحل عيونها بالأسود وعمل لها استومباج مع الآي شادو بطريقة كتير أتيران وتطلع كتير حلوة ملفتة. وبدي ضاعف لها شوي وجه لنوال لأنه وجه ملين هلا، حلو ملين بس أحلى لما نشتغل بالميك اب نضاعف. ايش بجنني يا شو بياخد العقل يسلم ايديك حبيبي، شو حلو بجنن وبياخد العقل. شفتكم قديش هم فرحانين فيي، يعني عن جد كثير كثير ما توقعت انه هالقد يجي ناس، توقعت انهم بحبوني بس مش لهالدرجه. نوال خضعت لجراحة شد الجفون وزرع جلد بالأنف، شد البطن وتصغير الصدر، شد الوجه والرقبة، وشم وزرع شعر بالحواجب، حشو وتعبئة فراغ الأسنان.